السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى ان كلكم تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ثلاث معالجات نازلين بقالهم فترة صغيرة في السوق المصري، وهما الرايزن 5 5500 والرايزن 5 4500 والرايزن 3 4100، وهنقارنهم بثلاث معالجات من انتل قريبين منهم في الفئة السعرية اللي هم i5 11400F واي 5 10400F واي 3 10100F. ومش هتبقى مجرد مقارنة معالجات مع بعض وخلاص، احنا هنشوف الاول ارخص بورد تشغل المعالجات ديت سواء لمعالجات انتل او AMD، ونشوف سعر المعالج والبورد مع بعض هيبقوا كام، عشان لو حابب تعمل تجميع باي معالج من المعالجات ديت يبقى الموضوع بسيط بالنسبة لك. بس قبل ما نتكلم عن كل دوت، خليني الاول اقول لك تعريف سريع بالقناه لو اول مره تشوفنا. في القناه هنا مهتمين بالجيمر اللي ميزانيته قليله، وعملنا تجمعات كتيره باسعار رخيصه زي تجميعه ال1000 جنيه وتجميعه ال2000 جنيه، وبرده اتكلمنا عن قطع مكمل البي سي او اكسسوارات البي سي باسعار قليله زي الماوسات والكيبوردات والسماعات والشاشات. يعني اي حاجه هتحتاجها للسيت اب بتاعك هتلاقينا ان شاء الله متكلمين عنها هنا في القناه. فلو استفدت من الفيديوهات يا ريت تشترك في القناه عشان خلصها، هو 9000 صديق وقربنا جدا من 10000. واحب اشكر جدا كل الناس اللي دعمت القناه من بدايتها لحد دلوقتي، علشان من غيركم القناه ما كانتش هتقدر تستمر. في الاول كده خلينا نتكلم على البوردات اللي تشغل كل مجموعه من المعالجات ديت. بالنسبه للمعالجات انتل، ارخص بورد حاليا تشغل كل المعالجات ديت وهي H510، وارخص نسخه متوفره حاليا هي من اسوس ب 1850 جنيه وهي متوفره عند سيجما، وهسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. وبالنسبه لارخص بورد لمعالجات AMD هي A520S2H من جيجا بايت، وسعر البورد ديت 1600 جنيه. وزي ما انت ملاحظ بورد معالجات AMD ارخص ب 250 جنيه، ودوت اللي المفروض تعمله لما تقارن اي معالجين مع بعض، ان انت تشوف المنصه كامله او المعالج والبورد مع بعض سعرهم كام، علشان تكون عامل حسابك في السعر كامل وانت بتقارن بين المعالجين. وكده احنا عرفنا ارخص بوردتين تقدر تجيبهم لكل مجموعه من المعالجات ديت. خلينا بقى نقارن اول معالج معانا وهو الرايزن 3 4100، وهو الارخص وبيجي بسعر 2300 جنيه، وهنقارنه بمعالج الاي 3 10100 اف من انتل واللي سعره 1300 ل 1500 جنيه. وسعر 1300 دوت لقيته عند صفحه اسمها الترا تك، وهسيب لكم اللينك بتاعه برده في الديسكربشن. والعرض اللي كانوا عاملينه كان على معالج اي 3 10105 اف، والفرق بين الاي 3 10100 وال 10105 اف يعتبر حاجات بسيطه جدا في التردد، والاثنين يعتبروا زي بعض بالظبط، بس عشان العرض دوت من شهر ابريل وممكن يكون خلص ومش متوفر لناس كتيره، فعشان كده هنعتبر ان سعر المعالج 1500 جنيه، لان هو دوت السعر بتاعه في كل مكان من غير عرض او اي حاجه، وهتقدر تجيبه بالسعر دوت بسهوله. فمعنى كده ان معالج الرايزن 3 4100 مع بورد اي 520 بس سعرهم 3900 جنيه، لكن بالنسبه لمعالج اي 3 10100 اف مع ارخص بورد تشغله اللي هي الاتش 510 فهيبقى سعرهم 3350 جنيه. يعني اجمالا الانتل ارخص ب 550 جنيه، ولو هتعمل تجميع باي معالج من معالجات الاثنين دولت فسعر التجميع كامل هيبقى بدايه مثلا من 7000 جنيه. ده لو انت هتجيب كارت زي الجي تي اكس 750 تي اي مثلا، او ممكن حتى ان انت توصل سعر التجميع ل 12 او 13000 جنيه. ده لو انت عايز توصل لاداء عالي جدا وتجيب كروت مثلا شبه الار تي اكس 3050. فلو هتعمل التجميعتين بنفس كل حاجه، الرام والهارد والكارت وكل حاجه، فرق بس المعالجات والمذر بورد، فانت هتدفع 550 جنيه زياده لو هتجيب منصه اي ام دي. طب خلينا نشوف هل معالج الاي ام دي يستاهل فرق الفلوس دوت. في البدايه بالنسبه للبرامج فالاثنين يعتبروا تقريبا نفس الاداء بالظبط، وفي الالعاب زي ما وضح في البنش مارك اللي قدامك هتلاقي مقارنه بين اكثر من معالج، بس احنا هنركز على المعالج الثاني والثالث من فوق اللي هم الرايزن 3 4100 واي 3 10100 اف. وهتلاقي في معظم الالعاب التفوق لمعالج الاي 3 10100 اف، وبصوا الفرق في الغالب بيبقى 3 فريمات او 4 فريمات حاجات زي كده. ولو كان المعالجين بنفس السعر فانت ممكن تقول ال 3 او 4 فريمات دول مش فرق كبير ان انا اختار الانتل على اي ام دي، لكن في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها دوت فمعالج الاي 3 10100 اف هو الارخص، وكمان هو اللي بيقدم لك اداء احسن، وهو مش مجرد ارخص فرق 50 جنيه او حاجه زي كده. يعني الفرق بين المعالجين لوحدهم 800 جنيه، ولو جمعنا سعر كل معالج مع البورد اللي تناسبه هنلاقي ان منصه انتل ارخص ب 550 جنيه، والفلوس ديت هتفرق معاك جدا في التجميع. يعني ممكن تجيب بقى قطعه رام 8 جيجا زياده. يبقى في حاله ان انت اخترت معالج الاي 3 10100 اف فانت هتجيب جهاز ارخص في الثمن وفي نفس الوقت احسن في الاداء. يبقى كده بالنسبه لاول معالج اختيارك لازم يكون معالج الاي 3 10100 اف لحد ما سعر الرايزن 3 4100 يرخص. نتكلم بقى عن ثاني معالج معانا وهو الرايزن 5 4500 واللي سعره 3000 جنيه، ولو هنشوف سعره مع ارخص بورد تشغله هيبقى سعره 4600 جنيه. والمعالج اللي هنقارنه معاه من انتل هو الاي 5 10400 اف واللي سعره 2850 جنيه، ومع ارخص بورد تشغله هيبقى سعره 4700 جنيه. يعني معالج وبورد الاي ام دي هيبقى ارخص ب 100 جنيه. لو بصينا بقى على اداء المعالجين في البرامج هنلاقي ان الاثنين قريبين جدا من بعض في الاداء، مع تفوق بسيط للرايزن 5 4500. ولو بصينا للاداء في الالعاب هنلاقي برده في البنش مارك معالجات كتيره، عايزك تركز على المعالج الثاني والثالث من تحت. هنلاقي ان في كل الالعاب تقريبا التفوق للاي 5 10400 اف. وهو في حاجه نسيت اقولها، في الفرق في الريزوليوشن في الاختبارات، لما الاختبار بيكون على 1440 بي فالفرق في الفريمات بيكون ضعيف، بس لو نزلنا بالريزوليوشن ل 1080 بي فالضغط على المعالج بيكون اكبر، بيوضح الفرق فعلا بين المعالجين في الالعاب. والموضوع دوت يوضح جدا في لعبه زي دايز جان، لو بصينا على الاختبارات على 1080 بي هنلاقي ان الفرق كبير شويه بين المعالجين وبيوصل ل 7 فريمات، ولو بصينا للاختبار على نفس اللعبه بس لما تعلي الريزوليوشن هتلاقي ان الفرق بين المعالجات قل ل 5 فريمات، وهكذا في كل الالعاب. وعشان كده جايب لك في اختبارات المعالجين دولت والمعالجين اللي قبلهم اختبارات مختلفه بريزوليوشنز مختلفه عشان تعرف تشوف فعلا الفرق بين المعالجات في الاداء. وكمان هنشوف الموضوع دوت في اختبارات المعالجين اللي بعدهم. وعايزين نشوف بقى مين الافضل، الاي 5 10400 اف ولا الرايزن 5 4500. بص هو الفرق في السعر ما بينهم 100 جنيه، فمش السعر هو اللي هيحدد الكسبان ما بينهم، فاحنا هنختار على اساس الاداء. وفي اداء الالعاب معالج الاي 5 10400 اف هو الافضل في كل الالعاب تقريبا، فلو انت هدفك الالعاب روح للمعالج دوت، ولو هدفك البرامج اكتر يبقى الافضل ليك ان انت تجيب معالج الرايزن 5 4500. ولو انت من النوع اللي هو مش جيمر قوي، يعني معظم وقتك على الكمبيوتر بتمنتج او بتشتغل وبين فتره والتانيه بتحب تلعب على الجهاز، فالاحسن ليك برده ان انت تجيب معالج الرايزن عشان تبقى اخدت اداء البرامج الكويس اللي انت محتاجه،
وفي نفس الوقت هتقدر تشغل الالعاب اللي انت عايزها، وخصوصا لو انت جايب كارت متوسط حاجه زي مثلا 1650. لكن لو انت ناوي تجيب كارت فئه عاليه وتعصر المعالج حرفيا وعايز افضل اداء في الالعاب، فانصحك ان انت تروح لمعالج الانتل. كده فضل معانا اخر معالجين في الفيديو دوت، وهما الرازي 5 5500 واللي سعره 3750 جنيه، ومع المذر بورد هيبقى سعره 5350. وهنقارن مع معالج الاي 5 11400 اف واللي سعره 3100 جنيه، ومع ارخص مذر بورد تشغله هيبقى سعره 4950 جنيه. وهنا معالج الاي 5 11400 اف مع البورد بتاعته هيبقى سعرهم ارخص ب 400 جنيه. ولو بصينا مثلا على اداء المعالجين باختبارات زي سينا بنش ار 20 و23 هتلاقي ان النتيجه بتروح لصالح معالج الرايزن، بس خلي بالك ان فرق الاداء دوت ما يستاهلش ان انت تدفع 400 جنيه زياده. طيب خلينا نشوف اختبارات الالعاب، وهنستخدم نفس الاختبارات اللي احنا استخدمناها في المعالج اللي فات، وهنا هنلاقي تفوق معالج الانتل، بس الفرق في معظم الالعاب ممكن يوصل لثلاث فريمات. في الحاله ديت مفيش معالج معين ممكن تختاره سواء في الالعاب او البرامج، الاثنين تقريبا هتاخد منهم نفس الاداء. بس زي ما قلت فوق ان الفرق ما بين المعالجين هو 400 جنيه ومعالج الانتل هو الارخص، ففي الحاله ديت انا انصحك بيه. وب 400 جنيه الفرق دولت تقدر تزود شويه وتجيب مبرد اقتصادي للمعالج او تجيب بيهم هارد خارجي، المهم يعني ان انت تقدر تستفيد بيهم وتستخدمهم، وهتاخد نفس الاداء تقريبا من المعالجين ومش هيبقى فيه اي فرق في الاداء. يبقى كده الملخص بالنسبه لثلاث معالجات. اول حاجه الرايزن 3 4100 فهو يعتبر وحش كسعر واداء، والاي 3 10100 اف افضل منه. وتاني معالج هو الرايزن 5 4500 فهو كويس جدا في البرامج، بس لو هتجيب كارت شاشه خارجي وعايز افضل اداء في الالعاب فهتجيب الاي 5 10400 اف. بس بشكل عام انا بنصحك بالرايزن 5 4500 هو افضل. واخر حاجه هو الرايزن 5 5500 وبرضه ما انصحكش بيه عشان الاي 5 11400 اف احسن منه في الالعاب وفي البرامج، الاثنين تقريبا نفس الاداء، بس في نفس الوقت الاي 5 11400 ارخص ب 400 جنيه. وزي ما قلت لك بالنسبه للبرامج الرايزن يعتبر افضل بحاجات بسيطه، بس ما يستاهلش ان انت تدفع 400 جنيه فرق. كده انت معاك الملخص وتقدر تشتري اي معالج منهم، وهتلاقيني سايب لك في الديسكربشن لينكات كتيره جدا لكل حاجه اتكلمنا عنها ولينكات البنش مارك وكل حاجه. وبس كده كان فيديو النهارده، واتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، واستنوني ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وسلام.